طبعا يعني لازم نبدأ حلقتنا ونتكلم عن الأحداث المؤسفة واللي بيحصل من امبارح لأهلنا في رفح، رفح الفلسطينية، واللي لحد دلوقتي لسه مستمرة، ويمكن آخر التطورات اللي بتتم هناك منها بيان خرج من وزارة الخارجية اللي أدانت فيها مصر بشدة أو بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. والبيان قال إن مصر بتعتبر أو بتعتبر التصعيد الخطير هو تهديد لحياة أكثر من 1,000,000 فلسطيني بيعتمدوا اعتماد أساسي على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج أو دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين في غزة. دعت مصر كمان الجانب الإسرائيلي لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، الابتعاد عن سياسة حافة الهوية ذات التأثير بعيد المدى واللي من شأنها أنها تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة بقالها شهور طويلة للتوصل لهدنة مستدامة داخل قطاع غزة. وكمان طلبت مصر كل الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، إتاحة الفرصة لجهود دبلوماسية لتحقيق نتائجها المرجوة. ونتمنى ونسأل الله السلامة لكل أهلنا وإخواتنا في غزة وفلسطين ورفح. اللهم أمين. النهاردة كمان مش بس كده، الصبح كان في قصف إسرائيلي مكثف على عدة أحياء بالمناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، واللي أدى لوقوع عدد كبير جدا جدا من المصابين والجرحى. والرئاسة الفلسطينية قالت من الضروري بذل كل الضغوط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة قالت في بيان ليها أن تنفيذ غزو بري في مدينة رفح الفلسطينية مش مقبول بسبب عواقبه الإنسانية المدمرة وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة. كمان في بيان للأمم المتحدة تمت الإشارة إلى الوضع الخطر للسيدات والبنات في رفح الفلسطينية، وأن أي عمليات إسرائيلية هتصعد مخاطر الموت وبتهدد حياة أكتر من 700,000 امرأة وفتاة، لأنه للأسف الشديد ما فيش أي ملاذ آمن يهربوا ليه، وده طبعا في ظل تضخم عدد السكان هناك بمقدار 5 أضعاف. يعني الوضع في غزة في رفح الفلسطينية في تصاعد صعب جدا. الكلام ده من 7 أكتوبر وإحنا بنتكلم في الموضوع ده، ما فيش حاجة بتحصل. الوضع الإنساني يعني ما عرفش، هيبقى شايفة على الأرض في منتهى القسوة، منتهى التدمير، إبادة جماعية، عدم وجود أي إنسانية، ما فيش كأني ما فيش صوت مسموع لأي نداء، لأي كلام، لأي مطالب. مش بس الحكومات، الشعوب والناس يعني. والله بص يا مها، يعني مأساة يمكن بكل معنى ما تحمله طبعا من معاني. يمكن يعني اللي بيسيل هناك ده مش مية، دي دماء، واللي بيتقطع هناك دي أطراف مش أغصان. ومحدش يتخيل أبدا إن احنا هنتعود أو هننسى أو هندور وشنا الأحداث اللي بتحصل هناك في أرض فلسطين. والحقيقة محدش كمان يقدر ينكر الجهود المبذولة من مصر من أول يوم من شهر أكتوبر اللي فات، وتدخلها اللي يمكن أسفر عن وقفة دولية يعني ووقوف في المحاكم الدولية كمان لتغيير الواقع الموجود على أرض فلسطين، ويعني محاولة توقيف العدو المحتل المجرم اللي كان ناوي على تهجير وخطة محكمة. ولولا وقفة مصر يعني وتصدي لهذا المخطط كان زمانه نجح فيها من شهور أو من أسابيع. صحيح. ونية مصر وقرارها ووقفتها الثابتة إن لا سلام إلا بحل الدولتين، لا سلام إلا إن كل يعني شعب متواجد على هذه الأرض الطاهرة المباركة المقدسة يبقى ليه حق في العيش بسلام، هو وأسره، هو وأولاده، دون هذا الإجرام اللي عمال يتم النهاردة من شهر 10. يعني إحنا مش عارفين والله، لولا تدخل مصر وجهودها والمفاوضات اللي بتتم اللي بيعلن عن بعضها وبعضها، يمكن الناس مش عارفة إيه اللي بيحصل، جهود بتبذل يوميا على مدار ال 24 ساعة عشان نحمي ولادنا هناك وإخواتنا. طبعا بس العدد الجرحى قد إيه، واللي ماتوا قد إيه، والأطفال قد إيه، والسيدات، ومش بس كده يعني إبادة جماعية في الخبر، 700,000 سيدة
في رفح الفلسطينية مهددين. تحس يعني ان المخطط لو ما خدناش الارض هنخلص على اللي عليها فتبقى لنا الارض تفضل لنا الارض، ولكن ده مش هيحصل. وتاريخ الفلسطينيين من قديم الازل ان هم لا بييأسوا ولا بيسلموا، وبمنتهى الرغبه في ان هم يستشهدوا من اجل ارضهم وبلدهم، عمرها ما بتتغير. يعني الحال ده والوصف ده الفلسطينيين ده من قديم الازل، من قبل حتى ما يطلق عليها اسمها الحالي. فنسأل الله ان شاء الله ان يعني يبقى في انفراجه قريبه ويبقى في سلام، وان المنطقه كلها يعني تعيش في حاله من حالات الانسانيه باذن الله.